ضفدع غامض قد يكون هو السر في اكتشاف علاج نهائي لقرحة المعدة. أطلقت مؤسسة وايلد لايف كونفرزيشن العلمية عملية بحث ضخمة عن أحد أنواع الضفادع المنقرضة واللي بيسموه الضفدع المعدي، وتم اكتشاف النوع ده في كوينزلاند شرق استراليا سنة 1972، وتم تسجيل آخر رؤية ليه سنة 1983، واللي وقتها ما حدش شافه تاني. النوع ده بقى بيتميز بطريقة تكاثر في منتهى الغرابة، وهي ان الاناث بتبلع بيضها الملقح وبتحتضن شراغيشها في معدتها لمدة 8 اسابيع، وبعد كده بتلفظها من فمها ضفادع صغيرة مكتملة النمو، وفي الفترة دي الانثى بتمتنع عن الاكل تماما. لكن السؤال الاهم هو ازاي الام بتستطيع الحفاظ على البيض داخل معدتها؟ وجد العلماء ان انثى الضفدع عندها قدرة على افراز هرمون يمنع حمض الهيدروكلوريك اللي هو عبارة عن سوائل الجهاز الهضمي من تدمير البيض طول فترة الحضانة داخل المعدة، وبترجع لطبيعتها مرة تانية بعد 4 ايام من خروج صغرها. هنا بقى بيحاول العلماء ان هم يعرفوا ماهية المادة اللي بتفرزها انثى الضفدع واللي بتوقف عمل حمض الهيدروكلوريك، وده بيساعد في التوصل لعلاج نهائي لقرحة المعدة. ما تنساش تشترك في القناة واضغط زر اللايك.